السلام عليكم أحبائي، كيف دايرين؟ يا رب تكونوا كاملين على خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جيت نقدم لكم الشباكية المغربية على حقها وطريقة لذيذة ومقومة وشربة العسل مزيان. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير ديال هاد الشباكية، يعني خص تكون الشباكية يكونوا المقادير مضبوطين، إلا كان غير واحد زيادة ولا نقصان ما تجينا الشباكية مزيان. بالنسبة ليا غادي نخدم أنا كيلو ديال الطحين، تناخدو كيلو ديال الطحين يعني الدقيق، يكون دقيق ممتاز، يكون فورس ممتاز، تنغربلوه مزيان. عندنا هنايا كاس ديال الجنجلان، ما حمرتوش، يعني غير الجنجلان غسلته ونقيته وطحنته. عندنا كاس ديال اللوز، حمرته غير واحد شويه، غير بحال اللي سخنته وطحنته، تنطحنو حتى تولي بحال هكايا، يعني باش ما يبقاش يقطع لنا الشباكيه ديالنا. عندي هنايا كاس ديال الزبده، ذوبته وخليته حتى ولا في هذا اللون هذا على شكل نوازيت، يعطينا واحد اللوغو زوين. هنا عندنا كاس ديال العنبه مخلط ما بين زيت العود، زيت الزيتون والزيت العاديه. هنا عندنا كاس ديال الزهر، ذوبت فيه واحد الضويمه ديال الزعفران الشعره، لان ما كتوفرليش زعفران شعره. هنا غادي نزيدو معاه نص كاس اخر ديال الزهر. عندنا هنايا اربع كاس ديال الخل، الخل سواء الخل العادي او الخل الابيض حسب اللي عندك. عندنا صفر بيضه، هنايا عندنا مسكه حره، عندنا قبيصه ديال الملح، عندنا قبيصه ديال الخميره ديال الخبز. هنا عندنا واحد الوحده ديال البيكنج باودر، غادي نديرو القرفه، نديرو القرفه، نديرو شويه حبه حلاوه وشويه بالنافع. ندوزو على بركه الله للطريقه. بالنسبه للطريقه غادي نديرو الدقيق ديالنا اللي غربلناه هكا وسط قصريه، غادي ندير واحد جويفه هنايا، وغادي نزيدو هاد الجنجلان واللوز. هانتوما شوفو الجنجلان كي داير، الجنجلان واللوز تنطحنوهم يعني حتى تيوليو لنا هكايا معشنين. وبالنسبه للناس اللي ما تطحنهمش المولينيكس مزيان، بامكانهم انهم يغربلوه، وتنصحكم ما ديروهاش باللوز غير بوحديتو، لان اللوز بوحدو راه تيقصح لنا الشباكيه. هنا غادي ناخذ واحد المعلقه ديال القرفه، ما عمرش بزاف، هكا معلقه ديال القرفه، هنا عندنا نص معلقه ديال النافع، ونص معلقه ديال حبة حلاوة. غادي نزيدو عليهم، غادي نزيدو هنايا الزيت اللي كنا مخلطة ما بين زيت العود والزيت العادية، ونزيدو هاد الكاس ديال الزبدة اللي شو اللون ديالها، يعني تنخليها حتى تذوب مزيان وتنصفيها وتنخليها الزيت طيب حتى تيولي هاد الشكل ديالها، راه تعطي واحد المذاق رائع للشباكيه. دابا غادي نخلطوا هاد الشيء هذا كامل، غادي نبسبسوا الطحين مزيان، يعني نحاولوا ندخلوا فيها مزيان داك الزيت. انا بالنسبه ليا يعني تندير هذه المرحله هذه وتنخليها تتبات حتى لغدا، عاد تنبدا نخدم بها. هانتوما شو كي ولات بعد ما باتت وشربات مزيان، داك الدهنيات ديالها كامله وطلقوا ونسجموا دوك العناصر بعضياتهم. اليوم غادي نزيدوا لها وحده بيكنج باودر، وحده خميره ديال الحلويات، واحد الراس معلقه ديال الخميره المعجونه، واحد الراس معلقه، وقبيصه ديال الملحه، راس معلقه ديال مسكه حره،
يعني هنا غادي يكون واحد 4 ديال الحبيبات تنقهم انا مع سنيده. وبيضه نخلطو هادشي مزيان. بالنسبه للسوائل اللي بقاو لنا الخل والمزهر تنديروهم في واحد الكاسرونه وتردوهم يدفاو لنا واحد شويه، لان ديك الزبده اللي كنا درنا تتقصح لنا العجينه بزاف، يعني باش ترخف لنا ونقدروا ندلكوها تنسخنوا هاد المقادير واحد وتنبداو نعجنوا العجينه ديالنا. تنزيدو شويه شويه نخلطو بالنسبه للخل ما تكتروش على 4 كاس لان راه تيهرسنا الشباكيه بزاف. العجينه تكون قاصحه بزاف باش تصدق لنا الشباكيه، ما تجيناش الشباكيه ديالنا قاصحه، تجينا فسيه وزوينه. من بعد ما عركناها واحد شويه دابا غادي نقسموها طريفات غير صغار. نكوروهم ندير هكا كويرات ونديروهم في البلاستيكة، ضروري من البلاستيكة باش ما تنشفلناش العجينة، لأن لا نشفات راه تبدا تفرست لنا، ما نصدقو ما نديرو بها لا شباكية ولا والو. بعد ما خلينا العجينه واحد 5 دقائق تطلقات لنا مزيان، دابا غادي ندوزو باش نورقوها. نطلقوها بحال هكا نجمعو هادشي لهنا ونجمعو هادشي لهنا، نديرو لها بحال اللي غادي نصايبو الملوي، يعني الفريطاج ديال الملوي. ونردوها للبلاستيكة، يعني اللي خدمناها نرجعوها عاوتاني للبلاستيكة حتى نكملوا العجينة اللي عندنا كاملة بالتوريق، يعني داك الفيطاج هو اللي تيجعلنا في هادوك التبويقات اللي فين تيدخلنا العسل، تتجي يعني كلها تتجي مورقة. بنفس الطريقة هنستمروا هكا حتى نكملوا العجين ديالنا كامل، وعاد ديك الساعة ندوزو باش نبداو نشبكو الشباكية ديالنا بطريقة سهلة وبسيطة. ورقناها كاملة، دابا غادي نبداو الخدمة. سنحتاج هاد الجرارة هادي، اللي عنده واللي ما عندوش يخدم غير الجرارة العادية هادي هي.
ولا هاد القطعه هادي بالنسبه لهادي انا راه عندي صغيره لان تتعجبني الشباكيه تكون صغيره ما تتعجبنيش كبيره. بالنسبه لهادي راه تجي شويه كبيره واللي بغى يديرها كبيره المهم داكشي تيبقى على حساب. والمدلك والوراقه اللي عنده الوراقه هو اللي ما عنده شيء يعني يخدم غير باليد انا تنخدم بالوراقه. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال الشباك ديال الشباكيه اللي تيعرفها كلشي. المهم حنا تنبغاو نشاركو معكم لان تبارك الله راه كلشي ولا دابا تيعرف يصوب الشباكيه كلشي ولا تيعرف يشبك. المهم حنا تنشاركو معكم شنو تنديرو والطريقه باش نديرو باش نستافدو بعضياتنا. انا اليوم غادي نخدم معكم غير بالمدلك يعني نظرا للناس اللي ما عندهمش الوراقه. هي ديك آلة التوريق يعني تساعدنا واحد شويه. يعني تكون رقيقه الا بغيتي تجيك الشباكيه زوينه. كل ما رققتي كل ما جاتك الشباكيه زوينه ما جاتكش معجنه من الداخل. اما الا كانت غليظه تكون معجنه شويه من الداخل راه ما تتهزش العسل يعني غير واحد شويه وتتلقاها ولات الداخل بحال العجينه صفراء. يعني حاولوا كل ما رققتوا كل ما تجي زوينه. بدات تتبان لينا طبلة. بالنسبه لهاد هدايا تنحطوا هاد الحافه هادي هي اللي تنحطوها على الاول ديال العجينه وتنمشي بهاد الطريقه هادي يعني تسهل علينا الماموريه. تنمشيو مع العجينة ديالنا حتى تنساليوها. هادي راه تتجي صغيورة بزاف تنقلبوها بحال هكا تنحلوها تنهزو واحد هكا ونحطو واحد لتحت نهزو لاخر نهبطو هذا تيبقى لنا الثالث. هاد الخراني اللي تيبقى تنجولو لها جوج رويصات بحال هكا وتنبركو تنوليو ندخلوهم فهاد الصبع هذا هكا تنقلبو هاد الثاني تنقلبو عليها تنقلبو عاوتاني هذا هو عليها وهذا اللي هنا بقى تنديرو في وسط الاخر. وها حنا شكلنا الشباكيه ديالنا بطريقه رائعه اصغر شباكيه في العالم. تنستمروا هكا حتى تنكملوا الشباكيه ديالنا. تنحطو واحد تنهزو واحد نحطو واحد نهزو واحد نحطو واحد نهزو واحد تنجيبو جوج رويصات تنقرصوهم مزيان يعني باش ما يوليوش يتحلو لنا. تنديرو هاد الصبع هنا وتنخدمو هكا هدا ها لاخر هدا اللي بقى لنا تنردوه عند هدا اللي هنا لتحت وتنطرحو هاد الطبلة بحال هكا وتنبركو عليها وتنحلو لها الوسيط ديالنا وها الشباكية. يعني انا تنخدم معكم غير بشويه غير باش يعني ما تعرفش شباك يتعلم وراه طرق بزاف والشباكيه راه ماشي هي الشباك. الشباكيه راه هي القوام وهي الطريقه يعني وتختلف الشباك كلها وكيف تيدير لهم. دابا ولاو الناس غير سميطات تيديروا السميطات ويدوروهم على يديهم اللي تيدورها على كاس اللي تيدورها على المدلك يعني المهم سميتها الشباكيه. ولكن اساس الشباكيه هي تكون العجينه ناجحه تكون القوام مزيان وتكون العسل ناجحه. بعد ما كملنا الشباكيه ديالنا كامله وخليناها باش نشفو واحد شويه غادي ندوزو دابا باش نقليوها ان شاء الله بحول الله.
من بعد ما كملنا الشباك تردو الزيت ديالنا تسخن حتى تسخن مزيان، وتنقصو على العافيه، تنخليو العافيه غير مهيله، يعني تنجربو الزيت وسخنات ولا لا، رميو طريو بحال هكا. الا بدا يتشتش هكا ودغيا طلع نعرفو بان راه الزيت صافي سخنات، نبداو نلوحو فيها الشباك. يلا نبداو على بركه الله، بسم الله، نبداو من الاوائل. كنستمروا حتى تعمر لينا المقله ديالنا، وعلى حساب الطاوله اللي درنا فيها العسل. يعني بعد ما نشفات لينا الشباكيه مزيان، صافي تنخليوها على ما تتاخد واحد اللون ذهبي، وتنحيدوها لان اصلا تزيد اللون في ملي تنديروها في العسل تزيد اللون ديالها. دابا هادو صافي غادي نحيدهم، هادو طاب. نبداو نديرو في العسل، نديرو في العسل ونبركو عليها باش تدخل فيها العسل مزيان، ولكن نحاولو عليها باش ما تهرسناش. تنخليوها هكا تتسقطر باش ما تتوليناش ديك العسل كلها عامره بالزيت، والعسل على فكره راه ما تنسخنوها ما حتى حاجه، يعني العسل تتبقى هكاك بارده لان هي اصلا تتولي تسخن بالعسل بالشباكيه اللي تنديرو فيها سخونه. الا سخناها وعدرنا فيها الشباكيه راه تتولي لنا الشباكيه بحال اللي فازقه، بحال اللي كابين فيها الماء، لان هذيك سخونه وهذيك سخونه تيعرقوا. غير هاد اللوين بارك. تندخلوها كاملة باش شربنا العسل مزيان وتعسلنا. نخليوها يلا نعمرو المقلة ديالنا عاوتاني.
شو تبارك الله كتتولي كلها مجعبه. دائما البوطه مهيله، حيت الا كانت البوطه يعني ناقصه راه تطيب لنا شباكيه على خاطرها، والاخرى عاوتاني تشرب العسل على خاطرها. ملا جهدنا العافيه دغيا غادي تطيب لنا الشباكيه، والاخرى تكون مازال ما شرباتش العسل ونصدقوا ما درنا حتى حاجه. صافي دابا حيدنا العسل، هذه الشباكيه كامله من العسل. دابا نبداو نحيدو الاخرى عاوتاني ونديروها. يعني نحاولوا عليها شويه راه دغيا تتكسر. نمروها هكا حتى تنكملو الشباكيه ديالها، تنعسلوها يعني تنخليها تشرب شويش ديال العسل باش دوك الجعيبات كاملين تيعمرو بالعسل. ملي تتقسمي هكا الشباكية تتلقايها عامرة ومعسلة. وأنا دابا انتهيت، وهذا الشكل النهائي ديال الشباكية، نتمنى تعجبكم.